أهلا بكم إلى حوار بيروت اليوم. ضيفي رئيس حزب الكتائب السابق المخضرم أستاذ كريم بقرادوني. أهلا فيك أستاذ كريم. أهلا فيك. رح نستفيد من كل دقيقة اليوم لأنه كتير في ملفات، ومنشكرك على حضورك معنا أطلالاتك قليلة. خليني بلش من الأحداث المستجدة. كلام الوزير جبران باسيل عن الحزب بالمجازين قبل الكلام عن البلطجية وتكسير رأس الرئيس نبيه بري وما خلق، وقبلها كان في طبعا محطات تانية. البعض طرح تساؤلات، ماذا يحصل؟ هل هناك فك ارتباط بين تيار الوطن الحر وحزب الله؟ ما بدي أقول الثنائي الشيعي لأنه ما كان في انسجام تام مع حركة أمل، أكثر مع الحزب. هل نحن أمام معطى من هالنوع؟ شوفي، أنا بشوف أنه للي عم بيحدث مش شيء غير طبيعي، لأنه أنا بعرف، أنا ابن حزب، بعرف أنه قديش في مرات صعوبة داخل الحزب الواحد، واليوم داخل التيار في عدة أفريقيا، كيف قديش في صعوبة مع الحليف، كم بالأحرى مع حليف الحليف، لسبب ما يحدث بين ما بين تيار الوطن الحر خلينا نقول حركة أمل، أمر مش غريب. أنا مش غريب علي بالسياسة على كل أحوال، يعني ما حدا بيصدق، يعني ما لازم نفكر إنه في حزب واحد ما له إلا رأي واحد، غلط هيدا. تعددية داخل أي الحزب الواحد منيحة، تعددية داخل الأحلاف منيحة، كان بالأحرى داخل حلف الحليف. اثنين، لو أنا ما بعمل منها دراما. الأمر الثاني يلي بدي أقول لك، لا شك في فارق أساسي لازم نعترف، في تباعد مش من هلا، من الاول بال 2005 ما بين حركه امل والتيار الوطني الحر. يعني تذكري انه لما رجع الجنرال من فرنسا، بعتقد ما صوتوا لنبيه بري رئيس مجلس، عم بحكيك عن الذاكره هذه، يعني بال 2005. اذا في فارق بيناتهم. ثلاثه، والاهم انا برايي، انه اليوم ما بين جبران باسيل ومجموعة أمل بصورة خاصة الرئيس نبيه بري، ما في تفاهم. ولسبب ما حدث مش صدفة ولا غلطة ولا أنه مساءبة أنه صارت. لا، ما في تفاهم، انه ما في ورقه موقعه، او ما في تفاهم بالمطلق، ما بيتفاهموا مع بعض. ما بيتفاهموا يعني مع بعض. شو في اسباب؟ او رح أقول لك شو أنا بعتقد السبب الرئيسي، أنه رئيس بري عنده سيستم تبعه. رئيس بري صاروا 25 سنة رئيس مجلس، صار نظم سيستم. هني بالتيار الوطني الحر ما بيشعروا حالهم من ضمن سيستم نبيه بري، هلا بيشعروا حالهم حلفاء مع حزب الله، بس يلي بيدير مجلس النواب مش حزب الله. وما أصح تصدقي أنه حزب الله بيقدر يمون على نبيه بري في المسائل السياسية، يمكن بيمون على بعضهم باستراتيجية، يعني الصراع مع لا. الاعتقاد أنه إذا أنا اختلفت مع نبيه بري بروح بشكي عند حزب الله، وحزب الله بيوقف معي ضد نبيه، أنا برأيي غلط. المراهنة على أنه حزب الله بين الحليفين بجرب يوفي، بس إذا لابد من الخيار، أنا بقول لك من هلا حزب الله بيختار أمل، يعني بده يحافظ على قوته الأساسية اللي هي القوة الشيعية. طيب، يعني واضح بقى ليش أداء الوزير جبران باسيل بوجه الرئيس نبيه بري، بس هل أتت بشكل عفوي أو من ضمن تكتيك ما؟ يعني لما بعد كذا حادثة حصلت وآخرها للكلام للمجازين، بدي تقلي إذا أجت عفوية أو من ضمن سياق؟ لحلك شو المشكلة؟ المشكلة أنه مرات جبران بيحكي كلام كلام مشكلة. يعني مشكلة جبران بأحاديثه، لأنه بيحكيكي بصراحة وبيعبر عن الشغلات يلي براسه، ومش بالضروري بالسياسة تكوني هالقد تقولي كل اللي بتفكري أمام، خلينا نقول، مجموعة داخلية أو أمام صحيفي. بالسياسة ما بينقال كل شيء، يعني خلينا نقول هالكلام. هلا إذا واحد بده يقول كل شيء، معناتك اليوم في خلاف مش صح مع حليفه،
داخل حزبه في بصير في خلاف، داخل عائلته بصير في خلاف. لسبب أنا برأيي على على الوزير جبران، أنا ما إلي أعطيه نصايح، على الوزير جبران إنه مش كل الوقت بيقول كل شيء. هذا لسبب إجوا ورا بعضهم يلي عم تخبريهم، يعني إجوا أول شيء هذا الكلام بالبطرون كان يجب مبدئيا ما يطلع لبرا. ما فيك بلبنان تحكي مع مجموعة وتقول ما بتطلع البيت. في تنوع كان بالحضور. طبعا اثنين طبعا تنوع بالحضور هو اللي عطى الكاز. اثنين الكلام مع الصحافي، أنا برأيي فيك، أنا كنت أشتغل يعني عملت دائرة إعلامية وكذا، أنا كنت عيط للصحفيين قلن كل شيء، بس قلن هاي حطوها باسمي، هاي ما تحطوها باسمي. أنا كنت أعطيهم معلومات للصحفيين، أعمل أسبوعياً اجتماع معهم، خبرهم كل شيء. بس في شغلات قلن فيكم تحكوا باسمي فيها لأنه هاي تنحكى، وفي شغلات بشوف أنه ممكن تعمل لي مشكلة أو تعمل مشكلة لفريقي بقولوا ما تحطوها باسمي. وعلى كل سياسي انه يعمل هيك. طيب يعني وضحت العلاقه بين تيار او رئيسه الوزير جبران باسيل وحركه امل، ماذا عن الكلام عن الحزب؟ لو في ورقه تفاهم. خليني اقول كمان نعم بهالمساله، انه لا شك انه الرئيس عون تصرف كرئيس جمهوريه، ما تصرف كرئيس حزب او كرئيس تيار. بشق العلاقه مع الرئيس بري. تصرف كرئيس جمهورية، ولما انطرح الموضوع والتلاتة يجتمعوا أكيد مشان خلينا نقول ينظموا سوء العلاقة، لأنه اليوم ما بين تكون واضحين ترى هذا ما بين التيار والحركة، يعني بين التيار الوطني وحركة أمان في سوء علاقة، مش بس منه مش حليف الحليف، لا مش حليف صار في إعادة نظر بدها تصير. وأنا مبسوط أنه هذا الاجتماع يصير مع الرئيس عون، والرئيس عون حلّه بشكل ما يعني. بس نطر يمكن تدخل معين ليحلّه، يعني ما بادر فورا. أنا برأيي درسها على مهله. أنا بعرف الرئيس عون بهالمسائل دقيق، يعني ما بيتسرع. وبعدين الحياة علمته ما يتسرع كمان. درسها، وبعتقد الموقف اللي اتخذه هو أخذ كذا موقف تدريجيا، بس ما أقنعوا الرئيس بري البيانات. يعني ما كانت أقنعتهم إلى أن تم الاتصال بمبادرة من الحزب أو اللي وقع بس إبراهيم. أنا بعتقد سمع لكتير ناس قالوا له منيحة تاخذ التليفون. هي أخذت التليفون. أنت قلت له؟ لا أنا ما شفته. هذا اللي بعمله أوكي. لا أنا ما شفته للرئيس أوكي. بس أنا بعتقد صار في عدة اقتراحات، وهو بالآخر بحب مش يعمل نص شغلة، شايف إنه الكلام تسامح وكذا ما مشي. طيب إذا ما بيمشي هذا الكلام شو بتعملي؟ بتعملي بالكلام الاجتماع الخاص. أخذ تليفون تلفن، وهذه جرأة منه للرئيس. ثلاثة برأيك قلت جملة مهمة. بيتنظم الخلاف. ما بينتهي، يعني أنا برأيي ما بينتهي الخلاف. اللي عم تقوله ما بينتهي الخلاف. الخلافات في كذا بند على أنا برأيي بينظموا خلافاتهم بشكل ما، كل مرة يصير في أزمة إذا هيدا حكي أو هيداك حكي. كما أنه ليك قصة الشارع، يعني أنا برأيي قصة بدنا نكون كتير منتبهين إلها، لأنه ما في شارع بلبنان، في شوارع. أوكي. واللعبة بالشارع بتروح مرات حيث لا يريد الشخص، يعني مثل ما صار أول ما نزلوا بالشارع، يعني روحتهم على هي شو عملت، روحتهم عميرنا الشيلوحي يعني على مركز الطيار، عملت مشكلة. لو ضلوا خارج هوني كانت ما هالقد كبيرة المشكلة. مما اضطر الجمهورية أنه يتدخل ويأخذ التليفون تيوقف نوع من، يعني دايما بنحكي هالكلمة بس لسوء الحظ لبنان، أنا ما بحب كلمة الفتنة لأنه كلمة كبيرة. بس صحيح بلبنان أول ما بتختلفي ممكن بسبب الطائفية تتحول إلى فتنة، يعني مشكلة المشاكل أنه بتبلش خلاف سياسي معقول ومشروع. أنا برأيي بالسياسة بلبنان ما ممكن نقول ما لازم نكون مختلفين، نكون رايحين إلى الحزب الواحد. تعددية بلبنان، تعددية الآراء لازم أن نتقبلها، ولكن الخوف دائما أنه بيجي وقت من الأوقات لما بتصير بين مسلم ومسيحي دغري بتفتح فيها الكلمة السئيلة اللي ما بحبها اسمها الفتنة. بتصير خايفة منها. وصلنا على الحدث تاني يوم وكان في سلاح ظاهر. طبعا
يعني هذا مؤشر كمان خطير طبعا. بس من يتحمل مسؤولية النزلة إلى الشارع بهاي الحالة؟ كلام الوزير باسيل أو ردة فعل الرئيس سري أو جمهوره اللي هني قالوا هذا طابور خامس؟ متنين كلام الوزير باسيل أدى إلى ردة فعل عند الرئيس نبيه بري، بدل ما تكتفي بالكلام نزل على الشارع. لما نزل على الشارع أدى إلى نزول الآخرين إلى الشارع. يعني هو تهديد من قبل الرئيس بري أو فريقه أنه نحن أي مساس فينا منهدد بالشارع؟ هل قد سهل هلأ الشارع؟ هلأ انتبه، ما تبنى، ما هيدي كمان بدك هيدا تكتيك. بدك تشوف التكتيك هذا. ما حدا بيتبنى لعبة الشارع، بس أنا بقول بالمطلق واحدة من المسائل التي يجب أن نتفق عليها، خاصة أنه ما يحدث قد يحدث كل أسبوع. أنت على أبواب انتخابات صح. اليوم هلأ حدثت بين جبران باسيل باتجاه الرئيس بري، بس أنه أي ممكن بكرة تحدث مع غير جبران باسيل ومع غير الرئيس بري. بدنا ننتبه أنه بالحالة الانتخابية، أولا الخطاب السياسي ما لازم يتشخصن. يعني أنا تجربتي كبيرة، كل ما بيتشخصن الخطاب كل ما في مشكلة وراء شخصنة القضية. هلأ بتختلفي مع نبيه بري بتقولي له أنت عملت كذا وكذا وكذا مش مزبوط، بجاوبك بتوقف هالقد. أو بتقولي له لجبران باسيل أنت عم تعمل كذا وكذا مش مزبوط، بتوقف هون. أنا النصيحة خاصة قبل الانتخابات، الخطاب السياسي بشكل عام بلبنان يجب أن يخرج عن الشخصنيات. يعني ما تدقي بالشخص، دقي بسياسته، دقي بحزبه قد ما بدك. أنت حر، لبنان أهم شيء الحرية صح. إذا أنا حر كون ضد سياسة نبيه بري أنا أو ضد سياسة جبران باسيل تيار الوطني الحر، بس أنا مش حر دق بشخص جبران باسيل أو بدأ شخص الرئيس بري. هاي أول وحدة. نعم. لأنه على أبواب انتخابات عم بقول هالكلام، لأنه بكرة كتار بدهم يعملوا ببعضهم. هذا تاني شغلي بقول يلي هي ما بدي نقول. ما بدك تقول؟ لا ما بدي أقول لحلك، ما يعني هذا باب أوسع بيصير. أنه بالنهاية بدنا نقبل أنه نحن بتنافس انتخابي. يعني في انتخابات مش دقمة، مش انتخابات الحزب الواحد. شو يعني هالكلام؟ يعني إذا الكلام الكلام إنه بدنا نقبل النظر شوي. كيف؟ شو يعني هالكلام؟ يعني بدنا نقبل إنه إيه أنا فيي أخسر بطائفتي، أو أنا بكون فعلي في مش ضروري إنه أنا أخذ كل طائفتي، وخاصة هلأ عاملين هالقانون النسبية يلي ما بعرف ليش توافقوا عليه. ما القانون النسبي بكره ما بقى رح يقدر حدا، كل هودي الكتل الكبيره اللي شايفتيهم رح يصغروا، رح يصير مشكله الكتل انه رح تحس حالها رح تصغر ورح يزيد الضغط. شو المساج اللي عم تقوله من وراء هالفكره؟ بدنا نقبل شو؟ لازم نقبل، شوفي لازم نقبل نقبل انه مشان سهل ايه؟ نقبل انه نلجا الى الانتخابات ونقبل بنتائجها مهما كانت، من دون ما نجرب قبل الانتخابات نستعمل الضغوط. وانا لما بتعتبر الضغوط لتفرق سبب ما بدي فوت. المال له دور، لازم يوقف الضغط بالمال. السلاح له دور، شو اسمه الزعامات الخدمات وما تستطيع ان تفعله له دور. ما هيدي اذا اخذنا هو بالاعتبار ما بيعود في دوله. يعني أنت عم تعملي انتخابات مشان الدولة تضعف، صحيح أنت بتقوي بس على حساب الدولة. أور المطلوب شو مطلوب؟ دولة قوية مش أحزاب قوية فقط. الأحزاب عم تفكر بحالها. هلا ما بدي أفتح الباب على حالي لأنه أنا حزبي وبعرف كيف كنت هذا. الأحزاب وحدة، النقطة الأساسية مش بس شخصني، الأحزاب لازم يكون عندها مشاريع، مش انه يكون في عنده زعيم ووقفنا، بده يكون عنده مشروع. خليني ارجع للنقطه اللي كنا نحكي فيها. خلصنا من العلاقه مع امل، بس ما رديت علي عن العلاقه مع الحزب. هل نحن امام فك ارتباط بين تيار الوطن الحر والحزب؟ لا لا، انا بعتقد واين تضع باي سياق بتحط كلام الوزير جبران في بسي؟ في الاتفاق، في الاتفاق ما بين الحزب الله وتيار الوطن الحر على استراتيجيه كبيره اسمها الصراع مع اسرائيل. هيدي ما في شيء بفككها
ولا حتى يعني ولا حتى تطرح علامات استفهام على كلام وزير جبران باسيل لقناة الميادين. كل كلام مثلا كلام من هيدا عمل بيعمل مشكلة بس ما بيفك الارتباط، بيعمل التباسات. تفكير الوزير باسيل لا تشبه اللي عم تقوله انه على العنوان العريض انه ضد اسرائيل، يعني هن كل واحد عم يغرد بمحال. انا عم بحكي عن شخص بعرفه. اي الوزير جبران باسيل. نعم وبعرف حسب الله جيدا يعني. لا جبران بفكر في بهذا الموضوع مش مثل ما قال بالمجازين. هلا ليش قال بالمجازين ما بعرف، انا ما شفته يعني، بس ليش قال هالكلام بالمجازين وهالكلام كان دقيق يعني نقلته المجازين ما بعرف، بس وضح رئيس تحرير انه هيدا بحرفيته. هيدي بقول مش هيك بفكر. وليش هلا حاليا هيك عم بيعمل مشكله؟ شو اسمه؟ بعتقد بسبب الانتخابات بس. كسب مشكلتي. ما ليش قلت لك روحوا على المشاريع ما تروحوا على الاشخاص؟ لانه استاذ كريم لأنه في كثير كلام، في كلام انت منى بتعرفي انه في كلام بيعتقد الانسان انه بيربحوا بطائفته. صح. وانه لما انا بقوم هلا بهاجم حزب الله بيقولوا عني المسيحيه والله برافو. قيل انه طلعت اسهم الوزير باسيل بالكم يوم. بس هذا ما بينفع. صح. لانه انا برايي استراتيجية الحقيقية هو اللي بناها الرئيس عون. مزبوط هيدي على صعوبتها، المقاومه مقاومه وسوريا سوريا عرفتي هذه والانفتاح. هل ممكن نكون امام معطى جديد؟ يعني عم بسال سؤالات اللي عم نسالها. الناس عم تسالها عم بتقول مش هذا تفكير الوزير جبران باسيل، اذا ما الذي دفعه ليحكي هالكلام؟ هل هو معطى خارجي جديد؟ هل هو معطى عربي جديد؟ هل هو عم يفتش على برك الانتخابات؟ لا الانتخابات ممكن تكون، وقلت لي اياها انه هي انت بتشوفها هيك، بس بيهجم على حركه امل للانتخابات بس بيهجم على الحزب يعني تضعها فقط بسياق الانتخابات. انا بعتقد ذلك وبعتقد وامل، لانه اذا جد في خروج عن الثوابت يلي أعلنها الرئيس عون عدة مرات بعد 2005 وإجا رئيس جمهورية عليها، ما تنسي يعني وصل رئيس جمهورية على أساس الثوابت يلي جربها من 2005 ل 2016 وثبت أنه هو ثابت عليها. إذا في تغيير بثوابت التيار الوطني الحر في أنا بعيد النظر يعني بكثير من المسائل وإلى تأثير على وضع الحكم في لبنان. أي طبعاً. طب عم نشوف خيارات، هيدي الخيارات مش خيارات تكتيكيه ولا خيارات مؤقته، هي خيارات طويله المدى. الصراع مع اسرائيل طويل المدى، ما حدا مش بكره بدنا نعمل للي عم بفكر انه بكره في اتفاق مع اسرائيل مخطئ. الخيار مع سوريا طويل المدى، الخيار نحو الاصلاح الداخلي بلبنان كمان مساله طويله المدى. وبالتالي انا بتصور اذا في تغيير، انا بقول ما في تغيير، بس إذا بدي جاوبك استطرادا، إذا في تغيير معناتها في إعادة نظر كبيرة ستتم ما بعد الانتخابات. أستاذ كريم نحن حكينا عن آخر كم يوم، ولكن في أزمة المرسوم، هل أيضا تضاعف فقط بأزمة مرسوم وتوقيع وزير المال؟ بتعطيه حجم بس توقيع وزير المال أو في تغيير بكرة عفوا بالنظام السياسي بالبلد؟ أنا بضع بالخلاف القائم ما بين التيار الوطني الحر و الرئيس نبيه بر او حركه امل. انا بحطها انا بحطها بهالاطار، وهذا خلاف وهذا خلاف. هلا ما بدنا نفتح كمان، صار في كذا خلاف ترتبوا بدون الاعلان. انا بقول بسبب الانتخابات عم يطلعوا على الهواء، لانه في كذا ما بدي لانه وصلنا على كلام انه ما بدنا نخلي وزاره المال عند الشيعه، ما بدنا التوقيع الثالث يكون حكما موجود، او يعني على الاقل وزير علي حسن خليه ورئيس بري بيقولوا لازم وزير المال يوقع في مشكله اذا بيوقع او ما بيوقع. صار في عندنا خلاف على قراءه وتفسير الطائف، يا ريت بتساعدنا نحن بهالمحل. هل ريت هناك ريت ضروره لتوقيع وزير المال؟ كل ما بيطرحوا علي هالموضوع بقول يا ريت، وهذه دائما بنوجهها للرئيس حسين الحسيني، ان يفرج عن المحاضر عن هذه المحاضر، لانه انا بعرف ليش في جزء منا قاسي يعني حكوا لبعضهم كلام صريح وقاسي يمكن عدم الكشف عنه، ولكن بدنا نفهم نفهم تفسير هذا. مثلا هل صحيح نحكى بالطائف انه في الماليه لانه الماليه بتمضي على 90% من المراسيم والمشاريع، انه الماليه تعود للشيعة لانه بتيسير المشاركه عن طريق الماليه؟ اذا هيك هذا كلام يؤخذ بعين الاعتبار، اذا مش هيك
للي عم ينطرح كمان بده ينحط على البحث. مش بدنا نغير الطائف، من أول شيء نعرف مضبوط هالطائف ببعض المواضيع شو عمل. بس حتى هني عم يختلفوا على المكشوف منه. يعني مثلا نسيوا كلهم انه في موضوع اسمه الغاء الطائفيه السياسيه، شو بده يعملوا فيه هذا؟ طرح الوزير بسير من شي 10 ايام جمعتين رد الرئيس بري انه انا طرحها بالسابق ثلاث مرات ومرفوضه. ايه انا برايي هيدا حتى الرئيس بري بخانه التجهيش الانتخابي. هيدا برايي انا وحده من الشغلات يلي بقول يجب باقرب وقت، وهذه مسؤوليه رئيس الجمهوريه هون، ما بقى ولا الرئيس بري ولا الوزير بسير، هيدا انا بقول لازم رئيس الجمهوريه يدعي الى ما هي الغاء الطائفية السياسية افترضت انه عامل لجنة عامل مجلس سميه اللي بدك مشان الغاء دعوة لها، لابد من الدعوة انه يقعدوا ناس حول طاولة ويفكروا بموضوع، لانه نحن بدل ما نلغي الطائفية رحنا على المذهبية هلا، يعني رجعنا لورا. واضح ما فيك تضلي واحدة من مشاكل الطائف انه حتى المعلن منه لم يطبق. هل نحن امام ثنائيه كان بالاحرى الذي لم يعلن عنه؟ صح. هل نحن امام ثنائيه مارونيه سنيه بوجه الشيعة؟ يعني هذا كيف مش كمان بقراءتك لهالعلاقه بين الرئيس سعد الحريري وتيار الوطن الحر اللي اثارت استياء الرئيس بري بمكان انه ما اخذ موقف من كلام الوزير جبران باسيل المسيء بحق الرئيس بري، ما اخذ موقف من المرسوم وقعه بالرغم من تعهده بعدم التوقيع؟ شوفي الرئيس الحريري عنده هلا عطف وتعاطف مع الرئيس عون بسبب موقف الرئيس عون لمن كان توقف لمن توقف بالسعوديه. بيقولوا كتار اشتغلوا مش بس الرئيس عون ولكن تظهر شغل الرئيس عون. لا هو كان اساسي باول شيء ضبط الوضع الداخلي، الذهاب الى فرنسا، وحتى كان مستعد اذا ما زبطت مع فرنسا الذهاب الى مجلس الامن. ايه انا بعتقد لا، الرئيس عون بدنا نعطيه حقه بموضوع احتجاز رئيس الحكومة بالسعودية، كان مثل البلور مثل ما بيقولوا. واضح تمام راح باتجاه الوزير الصفدي أول ثلاث أيام، قال الوزير سليمان فرنجية، يعني مش أنه سوء النية ولكن ما كان مفكر، يعني كان الرئيس بري سارع أثناء لقائه بالرئيس السيسي ليتاخذ تدابير معينة، بينما الرئيس عون كان عم بيسمي الصفدي رئيس للحكومة. كان لا الرئيس عون أول ما يمكن كان قبل ما توقف، ممكن انا بصدق الكلام اذا عم بقوله الصفدي انه ممكن كان عم بفكر انه بتغيير اول ما سأل الرئيس الحريري، ولكن ما انسى وراح واحتجز واعلن استقالته. عون بطل يقبل يسمع بشيء، بده يجيبه وبده يخليه. يعني كان هاي انا في اقولها لانه سمعتها من الرئيس عون. ابدا ما عيد. هل هذا تصرف غير دستوري استاذ مين؟ كريم لا. انه ما تقبل الاستقاله، قال له بترجع على بيروت تستقيل. هيدي تصرف رجل دوله، بس بالدستور بلحظه اعلان رئيس حكومه استقالته بتعتبر مستقيله، بدها تكون هالاستقاله بحريته مش مفروض عليه. هذا واضح كان فيه صار استنتاج. كان لا مش استنتاج. لا نحن هلا فهمنا بس بلحظتها، يعني لا الوزير الفرنجي قال تصرف يعني لا الرئيس عون كان يعني تصرف عن معرفه. أوكي. وكان عنده معلومات وتصرف على اساسه، وكان عنده موقف. رح احكي لك شو هو الموقف. ايميلي انه اسمه سعد الحريري، انه هيدا رئيس حكومه لبنان، هو كان عم بيتصرف من موقع لبنان. نعم. مش من موقع انه هيدا الحريري صاحبنا او مش صاحبنا ومعنا او مش معنا. انه هيدا رئيس حكومه. بعدين يلي صار بالتاريخ، انا جربت فتشت، ما بعرف اذا انت عملتي مثلي، فتشت تشوف هل صحيح توقف رئيس حكومة بدولة عم بيعمل زيارة لدولة وقفته هذه الدولة؟ ما حدثت. يعني اللي عملته السعودية لا يقبل بأي مقاييس، ولم يحدث من قبل أنه بيوصل رئيس حكومة على دولة بتحتجز الدولة. هذه ما صارت. بعد ما صارت وأنا بعتقد ما لح تصير، وبالتالي كان الرئيس عون بالمبدأ بمعزل انه الحريري. بالتالي اليوم الحريري عم يرد له جميل. طبعا ما بيقدر لو على حساب علاقته بالفريق الشيعي وتحديدا الرئيس بري. ايه ولو على هذا ما بيقدر، يعني سوري على العباره، بس بفرط بعلاقته بالرئيس بري. انا برايي ما بتفرط هاي العلاقه، بس لا شك انه الرئيس الحريري شعار شو معنى الرئيس القوي.
نحن هن كانوا سنة دائما يخافوا من كلمة الرئيس القوي. لما نقول مين نحن المسيحية كنا نقول بدنا رئيس قوي، كانوا باعتقادوا انه الرئيس قوي بده يسيطر على رئيس الحكومة. لا، ما الرئيس القوي بيخدم الكل، بدليل انه نعم. اول خدمة عملت لمين؟ للرئيس. استاذ كريم، يعني رحت على علاقه التيار والرئيس عون والوزير جبران بسعد الحريري، بالرئيس سعد الحريري لاسال كمان، كان في كلام او تصوير انه كان في وعد من الحريري للسعوديه انه بالاتيان بالرئيس عون رئيس جمهوريه منفك ارتباط عون او التيار عن الحزب وبلشنا نشهد. هل ممكن نفكر بهالطريقه، يعني هالعلاقه الوثيقه بين الحريري وعون؟ اخطاوا. انا برايي اللي بفكر انه بتفك فيها تنفك العلاقة بين الرئيس هيك وعم تسميهم بالاسم بين الرئيس ميشيل عون والسيد حسن نصر الله بيكون مخطئ. عمق العلاقة استراتيجية وعمق ثقة الواحد بالآخر. أنت بتعرف بوقت الانتخابات تقلك يعني كيف بتقدر توصل سيد حسن نصر الله اجوا لعنده ما بالخارج وبالداخل مشان انتخابات الرئاسية اللي أخذت سنتين وكم شهر تصارت يحكوا معه. طبعا كله بيجوا بيحكوا مقاومة وإسرائيل والوضع بالمنطقة، هيك بتحكي مع السيد حسن تيفوتوا على موضوع تاني اسمه الانتخابات. أول ما يفوتوا على موضوع الانتخابات الرئاسية يسمع لهم جواب وجملة، هذا عنوانها الجنرال عون. نعم. هاي يعني إلى والعكس صحيح. شو ما بيطلب، أنا بعرف تفاصيل، شو ما بيطلب الرئيس عون من السيد حسن بلبيه، شو ما بيطلب السيد حسن من الرئيس عون بلبيه، لأنه اثنيناتهم عارفين رايحين باستراتيجية واحدة. هلأ بالتكتيك ايه بيتباعدوا جماعاتهم، بيتباعدوا الحزبين، بيتباعدوا بالانتخابات، بتصير بلدية بالبلديات، صارت قبل ما تصير نوصل عن دياب بتصير. هذا لا يؤثر على الاتفاق، في اتفاق أنا برأيي عامل الاستقرار بلبنان ومهدأ إسرائيل عنا. الاتفاق هيدا اهميته مش بس استقرار على اسرائيل لبنان. بس عندي بعد سؤال عن رئيس تجميل بري. تجميل عدم يعني وضع مانع اسرائيل عند حد. مانع لاسرائيل ان تقوم بعمليه احتلال جديده للبنان. جاي على اسرائيل بس بعد عندي سؤال، لماذا هذه الهجمه على الرئيس بري؟ عدم رغبه بانتخابه رئيس مجلس مره ثانيه؟ طبعا طبعا في طبعا طبعا رح يوصلوا له، رح يقدروا طبعا لا انا برايي ما رح يقدروا، لانه ما بعتقد انه الحزب الله رح يقبل بغير الرئيس بري رئيسا لمجلس النواب. هاي بعرفها يعني، هاي انا متاكد منها. بس محاولات عند اكثر من فريق انه يجيبوا غير نبيه بري رئيس مجلس موجوده، ويمكن هاي السبب غير المعلن لكل الخلافات مضمر. قد يكون هذا سبب ما حدا عم بيحكي فيه. ونحن منا جايين على تغيير نظام بعد الانتخابات. شو تغيير النظام يعني؟ أنا برأيي تطبيق النظام، أنا بعتقد لازم نجي على تطبيق نكمل مشروع الطائف. خدم مشروع الطائف السلم الأهلي 25 سنة تقريبا بدون ما يتطبق كاملا. في المرحلة الجديدة بدك تزيد عليه. لما بيوقف سامي جميل رئيس حزب الكتائب، الحزب الأكثر محافظة في لبنان، وبيرفع شعار التغيير، له معنى كبير هذا. معناتها ضروري التغيير أو إدخال تغييرات في النظام القائم. ما بيقدر يستمر النظام اللبناني هيك. اولا ما اكمل الطائف، وحتى اذا اكمل الطائف منه شعار انتخابي كمان عم يرفعه سامي جميل. شعار انتخاب هلا كله شعار انتخابي، بس كمان انا مثل ما بعرف سامي، انا عم بحكي عن ناس بعرفهم لهسه ايه. بس سامي مقتنع انه عمل تغيير بالكتائب اولا يلي هو التغيير الصعب داخل حزبه، ولكن الامر الثاني كمان بيقول مقتنع انه ما في هيدا النظام يستمر مثل ما هو، وتجربته بعد سنتين من رئاسه الحزب كشفت له اكثر انه هذا النظام. انا عندي قناعه، ليش بدنا نروح نحكي عن الاخرين؟ انا عندي قناعه نظام اللبناني مثل ما هو مثل ما عم بيتطبق ما بيقدر يستمر، وسيتسبب بمشاكل، وممكن بلحظه ما شفتي لو ما صار بالعالم العربي اللي صار، كان النظام اللبناني دخلنا بتغيير النظام اللبناني. بس انت مع حسن التطبيق، انت مش مع التغيير، انت مع حسن تطبيق. لا بده تغيير كمان. شو اللي لازم يتغير؟
يعني على سبيل المثال هلا حسن التطبيق ايه بتشمل، اذا بتشمل هيدي قصه الغاء الطائفيه السياسيه، الغاء مش ضروري بكبسه زر يعني، يعني وضع خطه لالغاء الطائفيه السياسيه، والامر الثاني وضع خطه اقتصاديه اجتماعيه. منى الفقر، اسمحي لي لك منى بشرفني ايه الله يخليك منى، الفقر بيولد كل المصايب. الفقر بلبنان عم بيكبر، يعني هذه ما لازم نحن ننساها ببعيدة. أنا الفقر عم بيزداد والفقراء اثنين، عدد الغرباء في لبنان النازحين غصب عنهم أو القاعدين مبسوطين، زائد هذا بين اللاجئين والنازحين، يعني بين اللاجئين السوريين والنازحين، في عندنا مشكلة كبيرة جدا، بدها حل كبير. هاي ما بتمشي بمثل ما هلا إنه ضبطنا شوي هون هو بيروح هو بيجوا، في حديث مش بس مع سوريا لازم يصير، حديث تستردهم، في حديث أكبر. أنا بروح على الأمم المتحدة لهذا المشروع، بس بالأول خليني بلش أحكي مع سوريا تنقلا شو فينا نرد منه. مثل ما مسألة اللاجئين مش صحيح هذا الرقم اللي طلعوه، اصحي تفكري مزبوط قالوا إنه 170 ألف مش صحيح فلسطينيين، عن الفلسطينيين عم بيعملوه مشان يقولوا بسيطة، تعرف شو معناتها هاي توطينهم، أنه ولو ما بتحملوا 170 ألف يتوطنوا قاعدين عندكم يلا أنت نخلص، هيدا كله بيخدم. هو الرقم قرابة 500 ألف، يعني إذا مش 500 ألف بين 400 وال 500 في فرق. هذا أنا خفت لما بلشوا يقولوا 170 قلت خلص فتحوا التوطين أنه بسيطة 170 لبنان بيحملوا. انا بعتقد هو سنة بيقولوا عملوا تعداد استاذ كريم، تعداد دقيق للجنة، ما بصدق. انا معلوماتي من الفلسطينيين، انا اصدقائي يعني زعماء الفلسطينيين بعرفهم من زمان كثير، لان بيعرفوا تماما انه العدد 300 و400 يعني على الاقل مرتين وزياده عن الرقم 170 على الاقل. لسبب بقول نحن اتيين ما بعد هذه أهمية هذه الانتخابات، أنه آتيين على استحقاقات كبيرة بعدها، وبالتالي هالمرة الانتخابات سيكون لها تأثير سياسي، إما بصير في تغيير وبالتالي هالمشاريع الكبيرة فيك تحليها، وإما لا يأتي التغيير فيأتي التغيير مش بالانتخابات، بصير التغيير بالشارع أو بصير التغيير من خارجنا. خليني فوت بتفاصيل أفضل أكثر. تغيير أفضل تغيير هو عن طريق الانتخاب، وأسوأ تغيير هو عن طريق غير الانتخاب. خلينا فوت بتفاصيل أكثر بعد الفصل الإعلاني. بعد الفصل بنتحدث عن ملف الانتخابات وشو هي الاستحقاقات الكبيرة اللي ناطرتنا مثل ما قال الأستاذ كريم، وهل فعلا في انتخابات بظل التهديد الإسرائيلي كمان اللي سمعناه من نهارين ثلاثة على البلوك 9 وبناء جدار. فاصل بالجنوب، فاصل إعلاني ونتابع. نتابع حوار بيروت اليوم مع رئيس حزب الكتائب السابق الأستاذ كريم بقرادوني. أستاذ كريم، كنت عم بتقول هناك استحقاقات كبيرة بعد الانتخابات، خليني بلش قبل ما نفوت بملف الانتخابات. هل حكما حاصل الانتخابات؟ إيه. ماذا عن التهديد الإسرائيلي الأخير؟ يعني بدي أعجل أن كتير بعد في ملفات. إيه. لحلك إذا إسرائيل عملت عملية، طبعا في ظل العملية الإسرائيلية ما فيك تعمل انتخابات، بس باستثناء هذه الحالة التي أستبعدها الانتخابات جارية، وإسرائيل ما لح تعمل عملية. إسرائيل أقصى ما عم تقدر تعمله أنه تبني هذا الحائط مشان تثبت ما عرف بهذه الحدود الزرقاء أو الخط الأزرق. أنا برأيي إسرائيل، أنا بقرأ وبسمع يعني قد ما بقدر الصحافة الإسرائيلية، قد ما عم بيوصلنا، قبل كانوا يوصلنا اكثر صحافي باسرائيل، حقيقه مش مقررين، مش حالين قصيت اذا هجموا كيف بيقدروا يدمروا حزب الله، لانه واضح اذا هجموا وصار فيهم مثل هذيك المره اليهود بفلوا من اسرائيل مش بس الجيش الاسرائيلي بيخسر. انا برايي اليهود وكثار من اليهود هلا ما عم بيجوا على اسرائيل، يعني خوف من مواجهة مع الحزب. ماذا عن التهديد عن البلوك 9؟ يعني ممكن يوصل لمواجهة عسكرية أو أنا بستبعد. ليك أنا بستبعد أنه إسرائيل تعمل عملية عسكرية على لبنان،
وبستبعد بذات الوقت أنه يصير في قيام عملية من قبل حزب الله على إسرائيل، يعني عملية عسكرية. ماذا لو ضلوا ببناء الجدار الفاصل أستاذ كريم؟ بدون بيقدروا يعملوا عمليات موضعية، ما تؤدي إلى حرب. وهن جربوا الإسرائيلي كمان مرات يعملوا عمليات وما أدت إلى حرب. أنا بتصور بده يصير موضوعي، بس الأهم من هيدي أنه لازم نقتنع أنه جد بإسرائيل في مشكلة اسمها حزب الله، ما عندهم مشكلة أخرى، وإلا كانوا بيستبيحوا الدخول، مش بيبنوا هذا، بيرجعوا بياخدوا شقفة من الجنوب، معنى عندهم هدف الليطاني ما زال هدف. ما ننسى أنه قصة المي بإسرائيل قصة استراتيجية. صح. عم بتقول دوم إذا ما في ضربة عسكرية الانتخابات قائمة، لأنه بيقولوا سياسيين ما في شيء بيأثر أو بيهدد الانتخابات إلا ضربة عسكرية، حطيناها على جنب. قلت حضرتك قبل الفاصل في استحقاقات كبيرة بعد الانتخابات، غير الاستحقاق الانتخابي اللي هو كبير، شو هي الاستحقاقات الكبيرة؟ نحلك أنا بتصور أنه الرئيس عون عنده برنامج، عنده مشروع. رجعوا شوي ل ما كتبه، ما كتب من الأول قبل ما يستلم عن الإبراء المستحيل مثلا. في أنا بعرف أنه الرئيس عون في عنده معركة بده يخوضها، ما يسمى أول شيء إقامة دولة قوية، وتاني شغلي موضوع مكافحة الفساد، وتالت بس ما نتهم بالفساد اللي هو التيار المستقبل صار الحليف الأبرز للرئيس عون. إيه بس يعني مين المتهم صار بهالحالة؟ هلا بيقدر يقول لك اي رئيس جمهوري. كيف بدنا نصدق اذا بنتهم فريق وبنعمل كتاب بعد شوي بنصير نحن الحليف الاساسي وبينسحب؟ صحيح صحيح، هذا كلام معك حق تقوليه ومعك حق تشك. بس انا مثل ما بعرف النوايا، على الاقل على بتقولي النوايا ممكن ما يترجموا. انا بعرف انه مشروع الرئيس عون براسه دوله قويه عادله ونظيفه. هاي هلا بتقولي لي قدر استرد لرئيسة الجمهورية دور، صحيح يعني صار رئيس الجمهورية رجع فاعل باللعبة معك، صح. قال بده يعمل قانون انتخابات، عمل قانون انتخابات بمعزل إذا كان عجبنا أو لا، عجبنا أو مش عجبنا. قال بده يعمل انتخابات بأيار، أنا برأيي باستثناء حرب مع إسرائيل رح يعمل انتخابات بأيار. قبل ذلك قال بدنا نعمل موازنة، عمل موازنة. إذا أنا من القائلين أنه الرئيس عون لما بيقول شغلة بلحقها وبيعملها، طبعا اذا استحيلت استحيلت. وبالتالي انا بعتقد قصه انه يبني دوله قويه، اليوم عندنا جيش جيد، مش ما اقول كلام، هذا جيش على طريق يصبح جيش قوي ومؤهل انه يواجه حتى اسرائيل. يعني جيشنا اليوم جيش مهم صار، وتركينه على جنب وما حدا عم بيدق فيه، وهيك لازم يصير، انه نعطي خلينا نقول نعطي الوقت للجيش لنعمل جيش قوي. طيب عم بينعمل هالشيء. عاده الشيء اللي بيقولوا الجنرال بيلاحقوا، هلا بتقولي لي ايه بيوصل على حيط ما بيقعد يقدر يكمل، بيكون امتنع هالشيء. لسبب انا اللي بقول بده يعمل مكافحه الفساد لازم يعملها، بده يعمل تعيينات جديده، مش مرتاح للإدارة الحالية. أستاذ كريم ما جاوبتني على سؤال عن الفساد، يعني كان بده يكافح من زمان الفساد، تيار المستقبل المتهم الفاسد رقم أول، اليوم ما بقى المستقبل هو المتهم، يعني هذه الشعارات بس كيف ستطبق؟ أما عن التعيينات فكمان التعيينات يبدو أنها محاصصة، يعني ما عم بقول أنه النية مش موجودة، بس عم نشوف التطبيق عكس التفكير الحلو. في لك هيك كلمة مشان لأنه عم تقليه مظبوط. أول شيء بدي أعترف لك أنه هودي مظبوط، المحاصصة بعد محاصصة يعني بالتعيينات، والفساد بعده فساد، يعني ما بنعرف، ما مدينا إيدنا أنه ليش فساد، ويلي متهم بالفساد أكثر الكل هو تيار المستقبل. لأن قلتيه مظبوط، بس أنا بدي أقول لك شيء، بعد الانتخابات لح انتظروا أن يكون رئيس الجمهور الرئيس عون رئيس جمهورية آخر. حلو. طيب ان شاء الله بدءاً لحدد كمان، هيدا رح تكون معيار لكلامي، الحكومة رح تكون حكومة أخرى، يعني أكيد رح تيجي حكومة جديدة بس رح تكون تركيبتها أخرى، تركيبتها وأدائها. خلينا نروح على ملف الانتخابات، ما بقى عنا كتير وقت. حسينا أو عبرت عن امتعاضك من هذا القانون؟ ايه طبعاً. وسألت ليش رضيوا فيه أساساً؟ لا،
بتعرفي ليش انا منطعد؟ كرمال الوضع بلبنان يعني تعلمناها بايام المدرسه، وكل اللي هلا عم بحكي اللي اول سنه عم بيعمل حقوق بيعرف هالكلام، لانه الاساتذه كلهم بيقولوا ذا الشيء. قانون الاكثريه بيعمل كتل كبيره ويصبح البرلمان قادر ياخذ قرارات بسهوله لانه الكتل الكبيره تتفق فيما بينها، في حين النسبيه بتعمل كتل صغيره وبصير من المستحيل على البرلمان انه ياخذ قرارات، لانه كل مره بده يركب اكثريه حتضل الكتل استاذ كريم بس بيقل عددها، بيطلع يمكن كتله وحده زياده يلي هي متفرقات يعني ممكن. لا الكتل الكبيره كلها رح تتراجع، انا برايي ثلاثه اربعه ما هيك او ثلاثه اربعه لما بتكون انت عندك 12 بصيروا ثلاثه اربعه، هيدا عدد مهم يعني. الكتل الكبيرة رح تتراجع والكتل الصغيرة رح تكثر، والمستقلين يلي من أي من مش من كتلة رح يكونوا موجودين. حسن التمثيل أكثر يعني بيفتح مجال، حسن التمثيل ولكن مش حسن إدارة مجلس النواب واتخاذ القرار. أما وأنه القانون صار أصلاً أمر واقع، قراءتك للواقع الانتخابي التحالفات هل صارت واضحة؟ خلينا نبلش، هل رح يكون في تحالف بين القوات اللبنانية والكتائب؟ السبت شو اللي لانه العلاقه السياسيه مش منيحه مع التحالف، يقضي بين حزبين خاصه بيقربوا بعضهم، هيدا هيدي لازم يكون في تفاهم سياسي، ما في تفاهم سياسي. يقال انه في هلا شغل نشاط شغل موجود والتواصل. لا انا استبعد. تستبعد. ماذا عن التيار الوطني الحر والحزب؟ نعم نحكي انه باستراتيجيا ما في مشكله، بس شوفي بالانتخابات ما عندهم محلات كثير سوى بعبده يعني، يعني تنقول كمان تقسيم هيدي الجغرافي هيدا، بس انا بتصور بالانتخابات بشكل عام بشكل عام رح يضلوا متفاهمين الحزب والتيار. هلا ممكن بمحلات عم فكر لانه ما في محل بعبده اكيد رح يكونوا متفاهمين. هلا بتساليني بعلبك شو بده يصير؟ لك موضوع اخر يعني، في بعض الاماكن المعينه ممكن يصير يعني يتباعدوا، بس في تحالف قائم. هلا دون تحالف انتخابي نتيجه تحالف استراتيجي بين الحزب والهيدا الحركه اكيد ما رح تعطي يعني، بس عنا مقعد جبال اللي هو لحركه امل، من المستبعد يعطى للتيار الوطني الحر. ايه اكيد. ماذا عن تيار المستقبل؟ لا لا شوفي خلينا نكون صريحين، خلينا نكون صريحين مع الناس، مشان انا ما بتوقع يعني تهدأ المسائل مظبوط وثقه ترجع الثقه كبيره ما بين الحركة أمل والتيار الوطني الحر. هل ستعود هاوية. هل ستعود المملكة العربية السعودية إلى الساحة اللبنانية من باب الانتخابات؟ من باب المصاري يعني. كيف ما بدك تفسرها؟ ايه. مصاري، البعض يقرأ بإعادة فتح مكتب العربية ببيروت خطوة مثلا. شايف إعادة أو رجعة للسعودية؟ أنا برأيي السعودية بدها تتدخل. بدها ترجع. بدها مش ترجع، بدها تتدخل. هلا يعني تدفع تأثير مصاري. حجم تأثيرها أنا برأيي رح يكون محدود، لأنه أولا عن مين بدها تتدخل؟ أضعفت، ما رح أقول لك ليش محدود، لأنها أضعفت القوة الرئيسية يلي عندها يلي متمثلة بالحريري. ما رح يعني ترجع عبر الحريري، ما رح ترجع مفهم. مع الحريري داعمة للحريري. إيه بس ما أضعفته. ما أضعفته، ما هي إذا هيدا حليف وبدها ترجع تعتمد عليه ما هلكته قبل ما لو يعني. أنا بعد ما فهمت الحديث هلا ليش عملوا للي عملوه بالحريري بمعزل عن العواطف. أنا ما بعرفه لسعد الحريري، وأنا مع بيو رفيق الحريري كنت بخلاف، أنا كنت مع إميل لحود اللي هو بخلافه أنا من كنت، ولكن حديث هلا بهاللحظة ما بعرف ليش عملت السعودية فيه، يعني عملت فيه تترجع مشان شو تعمل؟ ترجع هلا تهدي ما أضعفته لدرجة إنه اليوم في أكثر من سنة صاروا باللعبة. وبالتالي أنا بقول رح تتدخل، بس تدخلها لن يكون قويا لأنه أضعفت للقاعدة يلي فيها تقوم عليها. إذا حتتدخل حتتدخل عند الأطراف الثانيين. مثل مين؟ لا عم تقول إنه صار في كذا سنة على الساحة، يعني طبعًا. هي ما بدها أهين لكن تعتمد الحريري ويكون الحريري ممثلها المباشر. لما ضربت الحريري قوت عدة أطراف وصارت بدها تتعاطى مع عدة أطراف، وما بنعرف هالعدة أطراف قديش بيقدروا يعطوها. الحريري كان عم بيعطيها، كان عامل حضور سعودي حقيقي. صح. بوجه الحضور السوري وبوجه الحضور
المصري بوج كل الحضورات العربية كانوا عاملين بيت الحريري، لازم نعترف له انه عملوا حالة سعودية مهمة، ضربت حالة. إذا بدك شو عملت السعودية بلبنان؟ ضربت حالة. ما معقول ترجع يعني لا ترجع مثل ما كانت. مش هلأ، ضعفته للحريري والانتخابات على الأبواب. لو بتقولي لي في سنتين بقول لك ايه بيرجع بينشغل، ولكن هلا الوضع ما انخلق تعاطف مع الرئيس الحريري. انت بتعرفي كان ينقال طبعا خلق التعاطف انا برايي سني اول شيء خلقت لاول مره، وانا لي شيء 40 50 سنه بالسياسه، لاول مره سنه لبنان بعضهم على الاقل بيوقف ضد السعوديه. صاروا عن اول مره صايره. نعم. وبالتالي أنا برأيي اليوم حتى إذا تدخلت تدخلها رح يكون ضعيف، لأنه أضعفت المكنة الأساسية يلي هي مكنة المستقبل. أستاذ كريم انتهى وقتنا للأسف. شكراً أنا كثير. أنا بدي أشكرك بالأول. أنت قبل ما تشكرين أنا بدي أشكرك، وأنا مبسوط دايماً بتعدد الأسئلة والتحضير يلي بتعمليه بهنيك عليك. شكراً كثير لحضورك معنا أستاذ كريم، كنت بتمنى يكون الوقت أطول. شكرا لحضورك معنا مشاهدينا، شكرا للمتابعة، تابعوا دائما أخبار الـ MTV على تويتر، فيسبوك والموقع الإلكتروني. إلى اللقاء.